هنا القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، موجز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية وقوع زلزالين جديدين في هاتاي، الأول بقوة 6.4 من عشر على مقياس ريختر في منطقة ديفني، والثاني بقوة 5.8 من عشر على مقياس ريختر بمنطقة سيمنداك. وقد أشار مركز أبحاث الزلزال في البوسفور إلى تسجيل عدد من الهزات الارتدادية منذ وقوع الزلزالين الجديدين. هذا وقد طالب نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي من جانبه المواطنين في المنطقة بالابتعاد عن المباني المتضررة واتباع تعليمات فرق الإنقاذ. هذا وأعلنت وزارة الداخلية التركية مصر عن 3 أشخاص مع إصابة 213 آخرين حتى الآن جراء الزلزال الأخير الذي ضرب هاتاي. أشارت الداخلية التركية إلى تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 3 مواقع في الولاية. هذا وأكد مسؤول تركي قريب من مركز الزلزال أنه لا توجد كهرباء في إسكندرون، مشيرا إلى انهيار بعض المباني هناك. هذا وقد طالبت السلطات المحلية في هاتاي بتأمين مزيد من الخيام لتواجد الناس في الشوارع، وذلك بعد الزلزال الجديد. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في سوريا أن الهزة الأرضية أدت إلى وفاة 3 أفراد، من بينهم طفلة في مدينة بانياس ورجل في مدينة سلقيم بريف إدلب وسيدة في مدينة حماة جراء أزمة قلبية. أشار مراسلنا إلى وقوع 120 إصابة في مدينة جبلة بريف اللاذقية مع 24 إصابة أخرى في مدينة اللاذقية، بالإضافة إلى 130 إصابة بالشمال السوري. وكان قد أوضح في وقت سابق أن الهزة الأرضية ضربت عدة مدن في دمشق وحمص وحماة واللاذقية وشمال شرق سوريا. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا لإجراء محادثات مع نظيره البولندي أندريه دودا ومسؤول أمنيته في يوم الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقد صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن بايدن سيناقش ودودا التعاون الثنائي والجهود الجماعية لدعم أوكرانيا ولتعزيز ردع الناتو. أشار كيربي إلى أن بايدن سوف يناقش أيضا الدور اللوجستي لبولندا في تسهيل تسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا من الولايات المتحدة ولداعمين غربيين آخرين. في البرازيل، أعلنت السلطات البرازيلية ارتفاع عدد الضحايا جراء هطول الأمطار الغزيرة بجنوب شرق البلاد إلى 40. ذكرت سلطات ولاية ساو باولو أن 4 أشخاص آخرين لقوا حتفهم، بالإضافة إلى 36 شخصا قضوا في اليوم السابق، مضيفة أنه من المتوقع الإعلان عن المزيد من الضحايا، حيث لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين. نهاية موجز الأخبار. لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت. يمكنكم أيضا متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على التردد فيرتيكال 11747. هنا القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، إلى ملتقى.